التعليم في مصر صداع لا ينتهي في فيديو منشور على اليوم السابع لهروب طلاب من مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة في محافظة الجيزة عن طريق تسلقهم السور الخارجي للمدرسة. زي ما احنا شايفين مشهد سيء جدا، الأولاد بتتسلق السور الخارجي وبيهربوا من اليوم الدراسي. مش عارفة الحقيقة تامر، مفيش مدرسين، مفيش ناظر، مفيش أي حد يقول لهم انتوا بتعملوا ايه، مفيش أي رقابة، دول عايزين بوليس، مفيش أي رقابة على المدرسة ولا بواب حتى من الخارج يشوف ومش طفل يعني. بص، مجموعة من الطلاب، مجموعة من الأشقياء. أيوة، يعني مشهد ملفت للنظر. والعادي لابسة كده ليه؟ ما عندهمش زي؟ لا، مفيش طبعا حاجة واضح. أنا مش عارفة، وفي حد في المدرسة دي يا جماعة للرقابة؟ مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة. على العكس بقى،